حصلة التظاهر والاحتجاج رد الفلسطينيون على التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بإبعاد الفلسطينيين من القرى والبلدات العربية في الداخل الذين يشاركون في أي عمل احتجاجي ضد الكيان المحتل. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، وذلك خلال مظاهرات بمدخل مخيم العروب قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. ويبدو أن الغضب الفلسطيني من الجرائم الصهيونية اليومية الذي فجر انتفاضة الدهس والطعن لن يهدأ قريبا. في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياساتها التوسعية في أرض فلسطين والقمعية لشعبها، تتراوح ردود الفعل الفلسطينية بين بشائر انتفاضة شعبية جديدة تسهم في تصحيح الخلل في ميزان القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونذر انهيار للمصالحة بين فتح وحماس في أكثر وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى الوحدة وليس مجرد المصالحة. وفي مقابل التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لفلسطينيي 48 بالطرد إلى أراضي السلطة الفلسطينية، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بتدمير المصالحة الوطنية الفلسطينية وارتكاب عمليات التفجير التي استهدفت عددا من قيادات حركة فتح في غزة قبيل ساعات من انطلاق احتفالات الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات. حركة حماس من جانبها لم تتأخر في الرد، واعتبرت أن خطاب الرئيس الفلسطيني مليء بالأكاذيب والمغالطات، كما اتهمت حركة فتح باصطناع التفجيرات في غزة. ويبدو أن الغضب الفلسطيني بلغ أوجه في القدس والضفة الغربية المحتلتين من خلال ثورة شعبية جديدة عنوانها الدهس والطعن، في وقت عز فيه الحصول على السلاح وزاد الخناق على الأجنحة العسكرية المقاومة، ولم يعد الحجر وحده يكفي في ميدان التصدي لانتهاكات الاحتلال وعدوانه المتواصل. واستمرت المظاهرات الفلسطينية في العديد من المدن الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات بمدخل مخيم العروب قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا في حملات دهم أعقبت مقتل مستوطنة وجندي إسرائيليين طعنا بالسكين الاثنين. وقالت مصادر طبية بمستشفى الميزان في الخليل إن الشاب محمد عماد جوابرة البالغ من العمر 21 عاما استشهد بعد إصابته برصاص حي اخترق صدره. واستفزت العمليات الأخيرة الكيان الإسرائيلي لأبعد الحدود، واضطر رئيس حكومة الكيان لعقد اجتماع طارئ لوزرائه للبحث في كيفية التعامل مع الأوضاع الأمنية المتفجرة والتي أثبتت عجز قوات الاحتلال عن إخماد بركان الضفة والقدس الثائر في وجه الإجرام الإسرائيلي.